فشكرا جزيلا للمكتب الإعلامي للنقابة على الدعوة الكريمة، وأشكركم جدا جدا على إعطائي فرصة في أنه أشارك في المسلسل السلسلة الجميلة بتاعة الحلقات بتاعة التواصل وفي نفس الوقت الإعلام. يعني حنمشي اللابتوب ولا تلم؟ No, just carry on. It's just... طيب طيب يا جماعة، نحن طيب بعد التحية وخلاص اطمأنينا انه everything is okay، عايزة اعزيكم وانفسنا في فقد اطباء عظام فقدناهم الاسبوع الفات، مستر حسن ادم و عبد الرحمن ابو قرجة، واعزيكم وكل الشعب السوداني في فقد الاستاذه المعلمه رقية صلاح. فقدها يمثل التدني اللي وصلت له الحاله في السودان في الصحه وفي التعليم وفي حال الناس. طيب كلام الليله ما حيكون انا ما حادي لكشر، لكن حنتناقش وحنتفاكر، وعليكم الله بليز اكسبت ماي ابولوجي في للديلي ده. حنتكلم عن التشالنجز بتاعت الكدني بروبلمز، الديزيزز والتريتمنت والمعالجه، ونحن كاطباء هاو تو ديل وذ ذيس ثينجز. حتكلم طبعا الاودينس كله اطباء، فممكن نتكلم عربي وانجليزي، لكن حيكون حاجة بسيطة around الكيدنيز، هم شنو بلس سبلاي بتاعهم، والمشاكل اللي ممكن تحصل هي وين، وبعد ذاك حنتكلم عن الكرونيك ديزيزز المانجمنت بتاعتهم والمالتي ديسيبلينري ابروتش. بعد ذاك حتكلم عن العلاج اللي هو ما I will not emphasize كتير على العلاج بتاع الاند ستيج، لكن هنا عايزة أتكلم عن أهمية البريفنشن. طيب يا جماعة، نحنا جبنا العنوان kidney diseases challenges and the management. أنا عايزة أقول لكم إنه كل إنسان عنده two kidneys. الكيدنيز يعني between 4 and 6 ounces في الويت بتاعه، وهي مخطوطة on the two sides of the vertebral column، جوا الشيس طبعا مع المسلس بتاعت الشيس وول protected بالريبس اللور ليبس، و بصلة blood supply. blood supply اللي بيجي للكيدنيز هو more than blood supply اللي بيمشي للبرين وللهارت ولليفر at one time. ليه؟ لأنه الكيدنيز فيها نيفرونز، وكل واحدة من الكلى فيها about 1000 to 2000 million nephrons، والنيفرونز دي عبارة عن الفلتر اللي هو which filters the blood. طيب الكيدنيز في الساعة بتصلى about 120 pints of blood per hour. however البلد بتاعنا نحن كله بيمشي على الكلى and get recycled about 400 times في اليوم. طيب this is very important، بنخليها aside، لكن دي معلومة I think انها مهمة نثبتها. الحتة بتاعت النيفرونز والفلتر ده لو فرتقناها خدتنا النيفرونز في خط كده ده بتاعت التو كيليونز، بيكون طوله 16 كيلومتر، لكن هي قاعده في two tiny small structures في الباك receiving the blood and filtering the blood. in addition to that طبعا الكيدنيز مسؤوله من adjusting ال pH بتاع ال blood اللي هو الهيدروجين والبيكربونات عشان ال blood يكون ما acid وما alkaline. in addition هي هم بيفرزوا لنا هرمونز اللي هي الإيريثروبايتين وهايدروكسي activation of vitamin D
فالكلى بتضبط لنا الفلويدز بتحت البودي، لانه if you are over hydrated or overloaded الكيدنيز get rid of the additional water عشان يكون blood volume adjusted and controlled. في الحتة دي بتجي الأهمية بتاعة ال well hydration و taking care of our blood fluids طبعا body fluids. انه في حاجة عايز اقولها انه يعني بيقولوا انه don't wait to feel thirsty، لانه when you feel thirsty that means you are already dehydrated، فتبدأ تشرب before you feel thirsty that means you are well hydrated. اوكي طيب في الحتة بتاعة ال blood volume اللي بيمشي through the kidneys اللي هو about 120 or 244 liters per day it get filters and recycled في البودي. الكلية ممكن تكون نشطة جدا جدا يعني هايبر فلتريشن، وممكن تقيل الفلتريشن بتاعها. This is measured by the GFR which is the glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate ده مفروض يكون range ما بين في النورمال we will say ما بين 60 to 100، لكن لو هايبر فلتريتنج دي بتكون مشكلة، ولو مش داون دي مشكلة. طيب هايبر فلتريتنج يعني في حاجات stimulates the kidney and the kidneys to be hyper filtrating اللي هي مثلا الديابيتس. الديابيتس اول ما يبدأ لانه في هاي جلوكوز وهاي الكيدني محاولة انه تأدجست الـ pH of the blood وحاولة تأدجست الـ volume بتقوم بتبقى هايبر فلتريتنج. ففي اثناء الهايبر فلتريشن ده بتقوم بتطلع حاجات ما needed other than the urine، بيبقى في بروتين اول حاجة بيبدأ ألبومين بعد ذلك بيبدأ بروتين وبعد ذلك دي اللي بتعمل المشاكل اللي قدام. فحتى لو الكلى هي نورمال وما في CKD لكن هايبر فلتريتنج we need to be alert and make sure انه this will not happen. اندر فلتريتنج طبعا في CKD اللي هو كرونيك كيدني ديزيز ممكن يكون يعني ستيج 1 و 2 و 3 و 4 و 5. لما نسأل 5 الناس بيسألوا للاند ستيج رينال ديزيز وبعد ذلك بيكونوا محتاجين لمساعدة، اللي هي المساعدة بتكون بالدياليسيس والترانسبلانت اللي هو يعرفوكي انه دي ما تحصل. طبعا في امبورتنت حاجة انه النيفرونز اللي قبل قلنا عنها اللي هي الفلترز دي if it get blocked or sclerosed you cannot revive it again this is not reversible، لكن ممكن نحافظ على البروجريشن ونمنعه to progress further. المعلومة الثانية انه الناس ممكن تعيش بهاف كيدني نورمال لايف، يعني we don't need two kidneys all the time we can live normal life بهاف كيدني. ليه؟ لانه المايكرو النيفرونز they get hypertrophy وبتكبر و it can filter ال body ال fluids and do the same function normally. طيب نجي للكيدني injury، ممكن تكون acute kidney injuries وممكن تكون chronic. انا عايزة اقول اهمية البريفنشن بتاع الاكيوت كيدني انجريز. الاكيوت كيدني انجري ده بيحصل لما يكون فشنا، لما الزول البيشنت يكون عنده مثلا فيفر والفيفر يكون معاها vomiting او دايريا، والزول ده بيكون البلد بريشر بتاعه بيقلو. في معلومة انه لما السيستوليك بلد بريشر تدروب بلو 70 البلد سبلاي للكيدنيز بيكون زيرو. فأهمية إنه الـ blood pressure يكون maintained all through، وبالتحديد لو الزول بقى عنده التهاب أو عنده drop high temperature وعنده تراش وإسهال وفيق السوائل وكده، فدي بتكون مشكلة وممكن تؤدي لمشاكل تانية لقدام. فعشان كده أهمية إنه الزول لما يكون عنده
التهاب، واللي هو دائما بيحصل في السودان كثير جدا جدا، انه ما يخلوا راجل ساي بس يقول لك عنده ملاريا وبترش وتعبان وادوه بنادول. لا، الزول ده يمشي اقرب حته ممكن يلقى فيها مساعده، بالتحديد يقيسوا له التمبريتشر ويقيسوا له البلد بريشر، ولو فاق السوائل يعوضوه سوائل بالدريب. This is very important. بنلقى تاني في حاجة، إنه في ناس بيكون عندهم أدوية بياخدوها، سواء كانت أدوية بتاع الضغط وأدوية بتاعة مدرر للبول، وبتجيهم الالتهابات دي وبيكونوا مستمرين بيبلعوا في الأدوية، فبيحصل لهم hypotension بيكون very severe، وبيحصل لهم الأكيوت كيدني إنجري اللي هو ده لما يحصل more than 3 times per year وما يكون properly managed ولا treated بتحصل مشكلة. فأهميتنا نحن كأطباء إنه to avoid this، ونحاول ندي awareness بإنه الزول البيئي وعنده حمى وما قادر يجيب على حيله، ما قادر يجيب على حيله معناها ضغطه نازل شديد، يتعالج وياخد fluids. والنسوان والرجال اللي عندهم التهاب وبياخدوا في دايريتكس وبياخدوا في انتي هايبرتنسيف، بالتحديد الناسرامبريل واللايسينوبريل واللوسافتان والحاجات دي، تجيف طوالي بمجرد ما زول تجيه الهمة عشان ما يحصل مور انخفاض في الضغط وما تتأثر الكلى. أمري لي سوري للتقطيع ده بتجيني التلفونات. الأسباب اللي بتأثر على التهابات الكلى دي as previously studied وكانت published by the late دكتورة سلمى ربنا يرحمها، كانت يعني خطت إنه التهابات الكلى اللي هو الجلوميرولونيفريتس دي بتمثل 5%، والالتهابات بتاعت المجاري البولية بتمثل 3%، ودي بتكون عند الأطفال، والأطفال في سن المدارس بتبدأ تحصل لهم الحاجات دي بدري. و if it is looked at و addressed properly المسألة بتمشي لقدام وبتكون يعني إذا عرفت وإذا عالجت. ومن هنا بتجي أهمية الصحة المدرسية. أهمية الصحة المدرسية يا جماعة، إنه في المدارس مفروض يحصل فحص دوري بالإضافة للفاكسينيشن وكده، إنه يحصل فحص للبول. البول إذا فيه دم وبروتين معناه في مشكلة، معناه الطفل ده محتاج إلى فحوصات تانية. إذا في التهاب بالنسبة للولد الميل يونغ، ما عندنا غير مرة واحدة، بمجرد ما يحصل التهاب مرة واحدة للطفل الميت معناه في مشكلة، الطفل ده مفروض يتحول لأخصائي ومفروض الجسدي تحصل فيها فحوصات وتتعالج. الفيميلز ممكن لحد 3 times، لكن بعد الثير تايم لازم to investigate ونشوف السبب بتاع الالتهابات عندها شنو، ونتأكد إنها عندها توكيلياز وإنه ما في مشاكل خلقية، لأن المشاكل الخلقية بتاعت الأطفال بالذات لو كانت ماينر ما بتظهر في early age، بتظهر في سن المدرسة. و I can't emphasize more إنه الصحة المدرسية وأهمية ال prevention بتاع أمراض الكلى من الأطفال. طيب بالنسبة للناس الكبار عندنا حاجات أساسية هي ممكن تأثر في الكلى لقدام، حسب الدراسة بتاع الدكتورة سلمى واللي هي ورت إن أمراض الضغط والسكري والهارت ديزيزز بتمثل أكبر عوامل للفشل الكلوي في الأدلتهود. الأهمية بتاعة معالجة الأمراض دي من بدري والكشف المستمر. طبعا زمان كانت في أنا بتكلم عن كل السودان، ما بتكلم عن الخرطوم، كانت في المراكز الصحية، والمراكز الصحية الناس بيمشوا وبيراجعوا الضغط بتاعهم، بيراجعوا السكري،
بفحصوا لهم وبدوهم أدوية حسب الحالة يعني، وده بتكون عايزة متابعة. والحبوب ممكن تزاد ممكن تتنقص ممكن كده حسب الحالة بتاعت الزول، ده بالمتابعة المستمرة. أنا ما أفتكر إنه هسة بقت الحاجات بتاعت البرايمري هيلث كير ال كانت زمان بتتوفر للمواطنين في المراكز الصحية وفي الشفخانات وحتى بالدايات وحتى بالزائر الصحية اللي هم كانوا بيجوا بيشوفوا الحاجات دي وبيدوا الناس أدفايس. فدي نحن فقدناها، لكن it is very important to emphasize about the importance of this. ليه؟ لأنها دي will empower the patient ذاته. يعني نحن الزول اللي عنده سكري عنده ضغط عنده كده مفروض يفهم انه الحاجة بتاعته دي اللي بيأثر عليها شنو، اللي بيزيد شنو، اللي بينقص شنو. ناخد وقت كتير انه يعني نفسر للناس انه التحديد الدايت ما تاكلوا ملح، السكر الكتير ما كويس، ما تاكلوا الحاجات دي، وتحديدا يعني going through الاكل والشراب بتاعهم one by one، لانها دي chronic diseases. ولانه البيشنت المريض لازم يكون empowered ولازم ياخد جزء اساسي من المعالجة بتاعت الحالة بتاعته والادوية. الاطباء unfortunately بيكونوا under a lot of pressure لانه في كم واحد منتظر، فبيقوموا بيكتبوا الرشدة وبيدوك العلاج، لكن ما بيصرفوا وقت طويل في انه يعني يشرحوا ويقدم يتكلموا كده. وهنا بتجي اهمية المالتي ديسيبلينري تيم. يعني المالتي ديسيبلينري تيم اللي هو بيخش في المعالجة بتاعت الكرونيك ديزيزز زي السكري والضغط وامراض القلب وكده والدايت وكده، بيجي بالدايتيشن الممرضين الفارماسيست. يا جماعة is very important to work closely with them and empower them، لانه اغلب المرضى في السودان بيكون ما قاعد عندهم إمكانية يمشوا للطبيب وفي نفس الوقت يمشوا اشتروا الأدوية، فبيقوموا يمشوا للفارماسيست بيشتكوا له وبيقول له أنا عندي كده وعندي كده وعندي كده، يا ولدي عليك الله اديني الدواء. فهو يقوم يقول له لكن أنا ما بقى المهم. ففي النهاية أنا بفتكر إنه الفارماسيست can play a big role في raising the awareness، يعني بتاع إنه الأدوية دي ما بتتاخذ سائل، الأدوية دي بتأثر عليك، الأدوية دي بتأثر على ضغطك، الأدوية دي بتأثر على كلاك، الأدوية بتأثر على الكلى يا جماعة. حتى السيمبل أنتيبايوتكس، الأنتيبايوتكس في دوز محددة مفروض يأخذها النورمال بيرسون، لكن الزول اللي عنده حبة ضمور في الكلية ولا كلاه ما 100% أو ما شغالة كويس ما حياخذ الدوز الكاملة. لكن إحنا بنلقى في السودان unfortunately الأدوية دي يعني self prescribed أو يمشي يشيلها من الصيدلية ويبلع الأنتيبايوتيك، عندي وجع حلق عندي حرارة في البول يمشي يبلعوها من غير فحص مستمر. فأنا بفتكر إنه we have to play as doctors union a great role in raising the awareness of the illnesses and prescribing and self prescribing. طيب when we talk about chronic illnesses انا بفتكر انه الحاجات زي الضغط زي السكري زي امراض القلب زي هبوط القلب الحاجات دي هي consequent اللي بتاثر على الكلى، لكن المريض لو عارف من الاول انه انت السكري بتاعك ده لو يزبط كويس not enough انك انت تكون بتاخد انسولين، لكن انت تضبط الاكل بتاعك والشراب وكده عشان السكري ده بعد 10 سنين وعشرين سنة حيأثر على عيونك، حيأثر على الكلى، حيأثر على الهارت لانه بأثر على small vessels وكده وكده. فانت لازم تعمل الحاجات دي زي ما قالت لمياء. نوع الادوية ذاتها، نوع الأدوية ذاتها والشركات اللي بتجيبها لازم to be measured، يعني لازم to be controlled، لأنه يعني في أدوية more effective وبتشتغل ممتازة جدا جدا، لكن الناس بتستعمل الأدوية دي according للأفيلابيليتي،
يعني when it is available بتقوم بتستعمله وتجيبه، ولما تكون مثلا ما available ال certain drug بيقوم يمشي يجيبوا الهندي ويجيبوا الأدوية كده اللي هي بتكون رخيصة وبتكون available. ونحنا يعني unfortunately السوق بتاعنا بتاع الأدوية بيجا ما في control، يعني ما في control. ف طيب في الحتة بتاعة التعامل بتاعنا نحنا مع ال other professions، ريسنتلي كانت في دوكيمنت كبيرة جدا جدا عن ايوه حجاوب على سؤالك يا وليد. لكن الحتة هسه بتاعت المياه وتنقية المياه والحاجات دي it is very important انه نحنا to work closely مع اخصائيين البيئة في انه to raise awareness. اذا الدولة رفعت يدها عن تنقية المياه بيبقى الفلتر في البيوت إذا مصت يا جماعة، وبيبقى أن إحنا لو ما قادرين نجيب فلتر نغلي الموية عشان to make sure إنه الموية اللي بنشربها دي الآن إحنا محتاجين على الأقل، وبالذات لو حتى لو الجو محار إن الزول محتاج يشرب له من 2.5 to 3 liters a day. وطبعا يعني حبذا ان المويه دي تكون نظيفه ونقيه او مفلتره او كنترول، وانا بتكلم عن كل السودان. ولو الناس ما عندها امكانيه to buy a filter which I think is a must في اي بيت، معلش نغلي المويه. طيب ده الحد الادنى احنا ممكن نعمله عشان protection or prevention. الحتة بتاعت الأدوية وبتاعت إنه الصيدليات مسموح لها بإنها تصرف الأدوية غير روشتة، نحن ما في قانون بيسمح للصيدليات إنها تصرف من غير روشتة، لكن أفتكر إن الحوجة هي حددت الحاجة دي، لأنه المريض بيجي للصيدلي والحاجة دي احنا شفناها بيجي بيقول له انا عندي حمى وحاسة بنفسي انا عندي ملاريا وما قادر امشي اعمل الفحص ولا كده، فيا ولدي اديني كورس بتاع ملاريا. طيب لاحظ العام ده هو كبير وعنده حمى وهي dehydrated وقام جاء اخذ عليها كلوروكوين or sometimes quinine اللي هي عندها نيفروتوكسيسيتي واضحة، لما الحاجة دي تتكرر 3 times per year بتأثر على الكلى، لأن الكلى بتتأثر بالدوز وبتاع type of drugs. في أدوية بتأثر على الانترستيشن بتاع اللي هي الانتيبيوتكس، يعني بتعمل حاجة اسمها نيفرايتس أو تيوب انترستيشن نيفرايتس لأنه زي الأليرجي كده، فدي لما تتكرر بيكون يعني انسلت حاصل على الكلى من مدة طويلة. في أدوية تاني اللي هي زي الكوينين والحاجات دي بتأثر على التيوبيوز بتاعت الكلى وبتعمل مشاكل لقدام. فأنا I cannot يعني emphasize more on أهمية التوعية للمواطنين في إنه يعني الكلى دي يعني عضو متسامح جدا 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 وبتحمله كتير جدا جدا، لكن لما الانسلت تزيد وتزيد وتزيد بتحصل الكيدني فيليرز اللي هي الانسلت بتجي بتكرير الديهايدريشن بتكرير الادويه الغير موزونه الانتيبايوتكس المانيندد. حتى بالمناسبه الادويه بتاعت الكلى انت لما بتاعت الملاريا لما تاخدها في زول dehydrated is a big problem لأنها ممكن تكون نيفروتوكسيك. وبرضو في الحاجة بتاعت المرضى اللي بتحولوا من AKI to CKD أيوة، لأنه أنا زي ما قلت قبل إنه الأكيوت كيدني insult بيجي من حاجة بسيطة اللي هي حمى والتهاب، لكن ما حصل له proper management، ما حصل له proper treatment proper rehydration والانسلت تتكرر
بعد ذاك انا زي ما قلت النيفرونز دي لما 1 نيفرون هي 1 تو 2 مليون بير كدني، لكن لما 1 تو داي وي كانوت ريفايف ات، ما حنعيده ثاني، فبتبدا الكدني تستضمر تضمن ثرو السنين وثرو الانسلت. الاكسسيف يوز اوف ايبوبروفين، يس ترو، الايبوبروفين وكل النون ستيرويدز دي نحن قبل قلنا في الكيدنيز غير انها بتظبط البفر اوف ذا بلاد اللي هو البي اتش، يعني تكون يكون مظبوط، بتظبط البريشر بتاع الجسم، والكيدنيز عندها سيستم بيظبط البريشر البلاد بريشر. الحبوب دي الايبوبروفين والنون ستيرويدز اللي هي الناس بياخدوها كده للفطور، يعني في السودان الزول لو فتران بيجي يقول لك كده ناخد ايبوبروفين. الايبوبروفين ديلا يا جماعه ان احنا شفنا ناس ويانج شباب يانج حصل لهم رينال فيليا اكيوت رينال فيليا لما كانوا دي هايدريتد وبرعوا 4 حبوب بتاعت ايبوبروفين. سيريسلي الايبوبروفين از نوت، يعني ما 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 دواء احنا بنحبه، وانا اي وود لايك بيبل انه ما ياخدوه unless it is prescribed. يعني فانا بفتكر انه raising the awareness about the insults اللي بتحصل للكدني is very important. في حاجه تانية مهمه جدا غير العقافير الطبيه وغير الاي كي اي، الحته بتاعت حاجات التجميل، وحاجات التجميل منها الصبغة اللي هي صبغة الحجر، ودكتورة سلمى عندها بيبر اتنشرت كانت جميلة جدا جدا واتنشرت في انترناشنال ميتينجز عن الأثر بتاع صبغة الحجر والتوكسينز بتاعتها وتأثير على الكلى. أي حاجة يا جماعة أن احنا نخطها في السكين ولا في الشعر ولا يتمسح بها ولا كده بيحصل لها امتصاص وبتمشي الدم، وانا زي ما قلت لكم الكلى دي ليل ونهار شغاله وبيعملوا ريسايكلينج للبلد 400 مره في اليوم. الحاجات دي بيحصل امتصاصها من الشعر من الجسم وبتمشي على الكلى وبتعمل الدمج. فمن ادوات التجميل دي هي الصبغه، وبعدين الخلطات unfortunately هسه بيقى في سوق كبير في السودان للكريمات بتاعت الطبيب دي، وانفورشنتلي الضحايا هم اليونج فيميلز اللي بيكونوا عايزين يشيلوها ويمشوا يستعملوها عشان يعني يزيلوا طبقة الميلانين ويبقى لون ابيض وكده. دي طبعا حاجة جد مشكلة. ليه؟ لانها الخلطات دي يا جماعة فيها ميركوري، الميركوري is a heavy metal. أي heavy metal لو كان دواء لو كان كريم يخش الجسم بيحصل له امتصاص وبيمشي على الكلى، بترسب، بيعمل tubular interstitial nephritis، بيعمل damage، بيعمل acute tubular necrosis. المسألة دي بتأدي لفشل كلوي، ويا ما شفنا دراماز وشفنا مشاكل حصلت لعروسات، يعني عروسات يعني كانوا يانج او ناس مثلا بعد الولادة الاولى او كده بيحصل لهم المشكلة دي لانه اخذوا اكسسيف ايذر كريمات فيها ميركوري، او في ناس بياخدوا الكورتيزون اللي هي دي الادوية في ناس بياخدوها لزيادة الوزن، وفي ناس تاني برضو بياخدوا ادوية للتخسيس اللي هي برضو ما كنترول وما بريسكرايبت. والمسألة دي عندها آثار جانبية كثيرة على الفيميلز وبتأثر على صحتهم. ويا جماعة يعني I can't emphasize more إنه أهو قال اللون الأبيض أجمل من اللون الدارك منه، ومنو قال أن إحنا كسودانيين يعني لازم ما نكون لوننا دارك؟ من إحنا Africans and we should be very proud of our skin color and السنحة بتاعتنا بس being Sudanese
سواء كنا من الشرق من الغرب من الجنوب، الناس جميلة بالكلر بتاع ده. وبعدين حتى لو عايزين الناس تستعمل حاجات بتاعة بيوتي، عندنا إرث بتاع يعني حاجات بيوتي ممتازة جدا جدا، الناس ورثوها من حبوباتهم كده، وناشرت الناس تشجعها وتمشي عليها ويوقفوا من الحاجات اللي بياخدوها دي. وانا حقيقة حاسة بانه في السودان نتيجة للشي الحاصل في البلد كله، يعني في بروموشن للحاجات دي بتتباع في الاسواق كده، وكمان في حاجة اسمها غدر ظروفك للزول اللي ما قادر يشتري البطل بدوها له بالملعقة، يعني ده كله شفناه. وشفنا انه الطالبات في الجامعات الواحدة بتوفر القروش بتاعت الاكل والشراب ومصاريبها عشان تمشي تشتري بها الخلطات دي، والله العظيم ما بتنفعهم. كله نحن كأطباء we have to work together على التوعية، على raising the awareness انه القصة دي تجيف. الصوت ضعيف كيف يا جماعة سامعني؟ في زول كتب لي قال لي الصوت ضعيف، I'm really sorry لكن this is what we got يعني. طيب الناس بتاعين المرض السكري يحافظوا على نفسهم كيف من الفشل الكلوي؟ يحافظوا على نفسهم من الفشل الكلوي بانه السكر ده يكون مظبوط في دايره، الدائرة دي الزول بيعمل الفحص بتاع السكر فيه all the time، وبيعمل له registration، وهو بكون مسؤول عن انه لو السكر ده زاد معناه انا اكلت حاجة غلط، انا شربت حاجة غلط. في نفس الوقت يكون في فحص دوري للبول، لانه انا زي ما قلت السكر، مرض السكر، زيادة السكر في الدم بتخلي الكدني hyperfiltrating، والhyperfiltration ده بيخلي انه الزول مع الجلوكوز والحاجات دي بنزل الألبومين، وبعد شوية الألبومين بيبقى بروتين، والبروتين ده لما ينزل الفلتر بيدعب، فنحن ما عايزين يدعب، فبنقوم بنقيس البروتين ده، وده شغلنا يعني، بنقوم نقيس البروتين، نقوم نغير الدواء، نقوم نزيد جرعة الدواء اللي هي بتخلي الفلتر يقدر إنه يصفي السكر لكن ما يصفي البروتين. وفي نفس الوقت احفظ الحاجات الثانية، انه السكر الضغط يكون مظبوط، ونقوم نقول لهم ما تاخدوا ايبوبروفين كله واي دواء تاني انتوا حتاخدوه لازم تستشيروا الطبيب، وما ما ما ما, ما تاخدوا over the counter just prescriptions. حتى ابسط الحاجات، شفت القطرة دي؟ القطرة ما في زول يمشي يجيب لي قطرة ساي، القطرة دي لازم تكون prescribed، لأنه أي حاجة تخش جسمك من العيون من الأنف من الأضان بتخش البلس سبلاي وبتمشي على الكدنيز. طيب دايرين الحتة الثانية إنه نحن دايرة عشان دورنا كنقابة، نحن دورنا كنقابة في إنه تريز الأويرنس ونرفع نسبة الوعي ونوعي الناس بإنه أول حاجة صحة الإنسان أهم ما يملكه، أهم شيء بيملكه البني آدم صحته، وعشان يحافظ عليها يحافظ على صحته لازم يتأكد إنه أي حاجة بياخدها إنها ما تتاخد ساي. الهيربال ميديسين يا جماعة، الهيربال ميديسين ما كله مفيد، ما أي زول بيمشي بيغلي حاجة وبيجي بيشربها، لا، كثير من الهيربس ممكن تكون عندها سايد افكتس، وبالذات الميكست هيربس دي اللي بيجيبوها بيغلوها بتكون انت ما عارف فيها شنو، فدي فيها حاجات فيها دايريتكس يعني مدررة للبول. وانا زي ما قلت انه الزول ما ينتظر نفسه لحد ما يعطس، وما في داعي ياخذ مدررات، الزول مفروض يشرب قدر ما يقدر عشان يكون well hydrated. في حتة دور النغابة في الحاجات دي، انا عايزة اقول انه النغابة ممكن تعمل حاجات كثيرة. اول حاجة عملنا مع المهن الصحية، اهم حاجة انه نحن نشتغل
مع الكوادر الصحية، نقويها ندربها ونخليهم هم empowered. ليه؟ لأنهم هم بيكونوا بيقعدوا مع المريض وقت أطول من اللي بيقعدوا مع الطبيب. يعني الطبيب he writes the prescription، لكن الممرض ولا السيستر ولا الدايتيشن ممكن to spend more time وتفسر الحاجات وتقول له السكر ده ما تاخده كده ده ما تاخده. لكن هم to be empowered ويكون عندهم access للpatients ويعرفوا حدودهم. يعني كل زول اعمل وظيفته بالطريقة الصحيحة. الفارماسيست يكون عارف انه هو ممكن يصرف الدواء لكن ما ممكن يدي دواء من غير تعليمات. It's not right. لكن في نفس الوقت they can play. طيب الفارماسيست ممكن يلعبوا دور كبير جدا جدا في التوعية، لأنه لما يجيهم المريض ده هم يتكلموا معهم بالعرب، يتكلموا معه إنه أنت حقه تمشي للدكتور كده كده. يا ريت الدكتور يكون available. وزمان كان ما ضروري طبيب أخصائي، كانوا في أطباء بيشتغلوا في المراكز الصحية، ودي كانت فترة شدة، وكانوا بيشتغلوا بيشوفوا، في ناس بيشوفوا الأطفال، في ناس بيشوفوا الأدلس، وفي ناس بيشوفوا الكبار، وحتى معاهم أطباء أسنان، ونحن بنشوف الحاجة بنحولها لطبيب الأسنان. وكانت في توعية كاملة للأمهات وللأطفال ورعايتهم سرو المراكز الصحية. I know إنه كثير من المراكز الصحية بقت ملك لناس هم بيمشوها وهم بيدفعوا السالاريز، لكن أنا بفتكر إنه عشان نحنا نعالج الأمراض الكرونيك ديزيزز ونعمل لها متابعة ومونيتورينج، لازم يكون في أكسس لصحة ويكون أفيلابل وفري وفي كل السودان. أنا بتكلم عن كل أقاليم السودان. طيب الايبوبروفين يوم بعد يوم، الزول لو عنده نوم رينال فانكشن وبيشرب مويه كثيره والكدني بتاعته طبيعيه، الايبوبروفين ده ممكن يتاخد اذا ببريسكريبشن، لكن ستيل اوفر ذا كاونتر ولا ساكت سيلف ولا ساكت كده الزول تو بريسكرايب لروحه. حتى الباراسيتامول بالمناسبه مضر. الباراسيتامول يعني الباراسيتامول انت ما مفروض تاخد اكتر من 8 حبات في اليوم، لانه حبتين ممكن 4 ممكن، لكن 8 استومس، وده بيأثر على الكبد مش كمان على الكلى وبس. طيب يا جماعة، اتكلمنا عن الصحة المدرسية واهميتها، اتكلمنا عن الأمراض اللي بتجي زي الملاريا والالتهاب اللوز وكده، واللي هي ممكن تعمل إنجري للكيدنيز للكلى بالديهايدريشن وعدم المعالجة الكويسة. شاي رويال الذي يستعمل للتخسيس وهو مسهل، أنا ما بعرفه. يعني أنا ما بعرف شاي رويال ده ذاته بالتحديد مكون من شنو يعني، لكن أي حاجة الزول بيشربها ولا كده يقراها يشوفوا إنه هو من شنو، يعني المكونات بتاعته شنو، خلاص. وبعدك يسأل. يعني أسا أنا ما عارف راي شاي رويال ده. أنا طبعاً دائماً بتعرض للقصة دي، لأنه مثلاً بيجيبوا لي الصندوق بتاع الكريم يقول لي أنا بستعمل الكريم ده، أنا يعني I have to read إنه فيه شنو. إذا فيه heavy metal ولا فيه كريم فيه حاجة بطالة، لا ما نستعمله. لكن ده ما معناها أي حاجة الناس بتمسحوا بها ممكن تكون مضرة، لا، في حاجات ممكن تكون عادية لكن في حاجات ممكن تكون مضرة. فأم سوري، أنا شاي رويال ده ما عارفة
فيه شنو، لكن امشي للمكونات بتاعته، ولو حاجه طبيعيه ممكن تشرب، لو حاجه فيها ميكس هيربس ولا كده الواحد يكون كيرفول. طيب يا جماعه، جينا للحته بتاعت انه الاكيوت كيدني انجري بقى يتحول لفشل كلوي، ونحن يعني الحاجه دي ممكن تحصل بالامراض المزمنه، لكن ممكن تحصل ثرو مراحل. يعني احنا بنحاول الشيء اللي بيحصل الدمج ما بنقدر تريفرسيت، لكن بنحاول انه ما تبروجريس، يعني ما يتطور لمراحل بعيده، انه يكون كنترولد وانه يكون مونيتورد وانه ما يتطور لمراحل بعيده. لكن لو حصل يتطور وبقى ماشي بسرعه، يعني طبعا هي ذات لما يبقى في ضمور في الكلية والتهاب في الكلى او ضمور في الكلى او ضمور في الفانكشن تحت الكلى، المسألة دي بتمشي مراحل، يعني بيكون في ستيج 3 وبيجي ستيج 4 حتى بعد ذاك يجي ستيج 5. ستيج 5 ده اللي هي بتحتاج للدم، بتحتاج للغسيل، وبيحتاج للترانسبلانت فيها. ونحن بمجرد ما يجي ستيج 3 ده بنكون يعني بنحاول بقدر الامكان انه المسألة دي ما تمشي لقدام وانها تقف هنا، وبنكون بنضي المريض و يعني ارشادات عالية جدا جدا انه انت مسؤوليتك تعمل كده وتاكل كده وتشرب كده وتأفويد كده وكده وكده. و دكتورين عام قالت لي انه الرويالتي ده اذا دايرتك. طيب اذا الرويالتي هو دايرتك يا جماعة، مع اي حاجة انت تشربها دايرتك حقه تشرب كوباية موية. زي في حاجات تانية بترهق الكلى بالمناسبة، اللي هي التوباكو. التوباكو is one of الحاجات بتخلي الكلية تفقد موية، وبرضو الكحول. فالناس يكونوا very aware ويشربوا موية كثيرة، يعني وتكيب والهايدريتد عشان ما يتأثروا. فشاي رويال مسهل ومدرر للبول ويسبب جفاف ودي هايدريشن. شكرا يا عين عام على المعلومة. الأزول اللي بيشربه ده خلي جنبك موية وأشربه طوالي، أشرب موية كثيرة. أنا وقفت في الحتة بتاعت إنه لما تمشي الكلى وتبقى very advanced نقوم نجي نفتش العلاج. العلاج هو بيكون بالدياليسيس اللي هي الغسيل الكلى، غسيل الكلى، وممكن يحولوا العيان لترانسبلانت. طيب لما تبقى دي فاكت، لما تبقى دي فاكت وانه الناس يسألوا مرحلة الغسيل ومرحلة الترانسبلانت، برضو المريض يكون مهيأ ومهيأ من بدري، انه ما يجي بس فجأة كده يقولوا خلاص الغسيل بعد بكرة. لا، من بدري يكونوا عارفين انه في ديتيريوريشن وانت واصل المرحلة دي، وبعد ذاك نعمل لك قسطرة ولا نعمل لك فيستولا، لكن تتعامل بصورة منظمة وتتعامل بصورة كويسة وعشان ما يحصل التهاب، وتتعامل من زول هو أساسا مدرب وبيعرف. وفي الحتة دي بيجي دورنا نحن إنه يعني كنغابة ممكن نوفر حاجة زي دي، إنه الناس يكونوا يتدربوا في كل أغاليم السودان. وبيجي أهمية الموبايل هيلث إنه أنت تسوبرفايز الناس وتقول لهم القسطرة تخطوها كده وتستعملوها كده، والفستولة تتعامل لما المسألة تصل المرحلة دي. وأهمية الاستشاريين بيجوا في إنه تدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء الصغار، إنهم هم يكونوا empowered ويقدروا يتعاملوا مع المسألة دي وما في خوف. يعني ما في طبيب يقول لا أنا ما أخصائي كلى أنا ما بقدر. يعني أن إحنا مسؤوليتنا إنه ندربهم كلهم ونخليهم هم يقدروا يتعاملوا مع الحاجة دي وينصحوا مرضاهم
ويهيئوهم كويس جدا جدا، لانه المساله دي حتجي وقصه الدياليسيس دي، لكن احنا بنكون مرتبين ومنظمين وعارفين انه الغسيل يكون وين وبياته طريقه وكده. انا بفتكر في بلد زي السودان يعني الشيء الحاصل هسه انه انتشار مرض الكلى وبصوره مزعجه جدا جدا. نحن نحن مفروض تبروموت او نحن نركز على البريفنشن، نحن نركز على صحة الأطفال، صحة اليونج أدلتس، صحة الأدلتس، الأدوية، العلاج الالتهابات الصغيرة البسيطة بصورة ناجعة عشان ما نصل المرحلة بتاعة الغسيل وبتاعت الترانسبلانت. لأنه يعني unfortunately لما نزول يصل مرحلة الغسيل يعني مهما أنت تعمل يعني في النهاية الزول دماسي الغسيل 3 مرات في الأسبوع والحياة بتاعته بتتغير. فقدر ما أنت تديه وقت طويل هو ما يصل المرحلة دي بيكون جميل جدا. طيب في الحتة بتاعة البريفنشن أو عدم يعني قبل أنا قلت في وظيفة الكلى والفلتريشن بتاع الكلى ده يا إما يكون قال لي وأنا قلت إنه بعد 40 سنة أساسا بعد 40 سنة 1% of the function بتاعت الكلى بتكون drop every year. ده شيء طبيعي شيء طبيعي يعني بعد 40 كل سنة انت يضرب وان. لكن شنو اذا الزول يعني ممكن يعيش نورمال لايف بينوس كيليا او بيربع كيليا المسألة دي ما بتأثر. لكن اللي بيأثر انه تجي عليها اذر تجي فاكتورز تانية تجي حاجات تانية تأثر على الوظيفة دي وتخليها اكتر. الحتة بتاعة زيادة الوزن، طبعا زيادة الوزن قلنا هي من العناصر اللي بتعمل بتخلي الكدني تشتغل أكتر من اللازم. ليه؟ لأن الكلية بتنظف لها مساحة أكبر يعني أبيجا بودي أريا يعني بدل 400 جالون اللي بتضخها الكلية every day اللي هي about 144 liters every day بتضخها فبتقوم بتعمل كمية أكبر. فده بيأثر على إنها تكون hyperfiltrating وتأثر على الفلتر إضعف بدري. فمهم شديد جدا جدا إنه الناس وزنها يكون مزبوط وعشان يتجنبوا الأمراض التانية اللي قدام. أهمية الرياضة يعني طبعا دي حاجة مهمة شديد جدا جدا لأنه عشان الكلية تكون يعني شغالة كويس for a long time يعني لمدة طويلة نضبط حاجات أساسية اللي هي السكر الوزن الكوليسترول والضغط. والرياضة ممكن تعمل ده كله يعني الناس يكونوا يعني المشي تخفيف الوزن. لكن المشي ولا سايكلينج ولا ووكينج is really important للصحة تحت الناس. افتكر اوكي طيب حاجة أخيرة أتكلم عنها اللي هي الحتة بتاعت الترانسبلانت. الترانسبلانت ده زمان أول كلية عملوا لها ترانسبلانت في العالم كان السنة 1933 وكان روشن سيرجن وما نجحت. لكن أول زراعة كانت ناجحة اللي هي كانت سنة 54 وكانت في أمريكا ودعملت من identical twins يعني identical twins شالوا كيلو من واحد ودوها الثاني وكانت عملية ناجحة. أحب أذكركم إنه نحنا في السودان زمان ما كنا بعيدين من الحتة دي. بروفيسور عمر بريل الله يرحمه
عمل أول زراعة ناجحة، ودي كانت الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، واتعملت في مستشفى سوبا، واتعملت في الميد سيكستيز، وعملها فريق كامل من الجراحين اليورولوجيست والباطنية، وكانت ناجحة. وفي الوقت اللي عملت فيه the first successful transplant surgery، أن إحنا كانت عندنا مراكز صحية شغالة، كانت عندنا صحة مدرسية، كانت عندنا public health، كانت عندنا الحاجات كلها ماشية بوتيرة منتظمة. فعشان كده هسا الترويج الآن شايفاه للحتة بتاعة الترانسبلانت، هو الترانسبلانت عمره ما حيكون حل ولا الدياليسيس حل، لكن إذا بقى هو الحل يعني يتعامل بصورة منظمة، الدولة يعني تاخد المسؤولية الكاملة ويتعامل في سنترز منظمة، ويتعامل بطريقة واضحة ومفهومة، وما يكون في ترويج لتجارة الأعضاء، ولا تكون في هوت سبوتس ممكن تعمل المسألة دي. يعني I think يعني I made it clear. الفواكه المستوردة من مصر طبعا أهم حاجة نحنا يعني عشان ندي نصيحة ولا نقول كلام وكده، معلوماتنا ما تكون مبنية على الإعلام ولا على الإشاعات ولا على كده. يعني أتمنى إنه نحنا لما نتكلم نكون بانين معلوماتنا عن الحاجة evidence based، يعني حاجة مبنية على research، والresearch ورى إنه الحاجة دي كده كده كده. وده الحاجة الآن إحنا هسه، لكن يعني الآن أنا قبل البرسنتجز اللي قلتها لكم كانت آخر ريسيرش يتعمل في مجال الكلى، وأنا أتمنى إنه الدولة تشجع الريسيرش، وإنه الناس يدرسوا الفشل الكلوي ويدونا معلومات أكبر، وإنه الحاجة دي تكون في كل السودان، عشان نحن لما نجي نتكلم نقوم نقول في الريسيرش اللي اتعمل ولا في الورقة الببليشت ولا كده، ان احنا المعلومة عندنا ومالكينها، لكن يعني اشاعات وكده يعني ما كلام علمي. طيب في حتة بتاعت انه زمان في البيوت وفي المواسير وفي البناء الزمان بتاع قرى كاملة ومدن كاملة استعملوا الليد الرصاص، واللي هو الرصاص ده في كمية من المواسير والبايبس الكبيرة اللي بتوصل الموية، وبرضو في بيوت وفي سقوف وفي كده يعني، واللي هو طبعا يعني هسه معروف في كل العالم انه هو الريسك للهيلث بتاعت الناس كلها، وبرضو استعماله في أواني الطبخ وكده وكده، ده لأنه شنو هيفي ميتال، وأي هيفي ميتال زي ما أنا قلت بيأثر على الكلى وبيساعد على ضمور الكلى من بدري. فأنا زي ما قلت أن إحنا كأطباء يعني أهم حاجة to promote الأويرنس، يعني الأويرنس تمليك المعلومة للجمهور، الجمهور يكون عارف صحته دي انه هي هو يملكها، ما في زول يجي يكلمه ويديه الاكسل، لا هو عارف مرضه ده شنو، ممكن يمسكه كيف وتمونيتريت كيف وكده وكده، والاويرنس بانه الحاجات اللي ممكن تكون مضره شنو، ودي مسؤوليه الناس كلها ما بس الاطباء، وبتكون اجمل لما الناس كلها تشارك يعني كده. في المجال بتاع البريفنشن أتمنى إنه الأطباء المهندسين أخصائيين البيئة يكونوا كلهم بيتكلموا عن بعض، بالتحديد الزراعيين في الحتة بتاعت الأسمدة، في الحتة بتاعة الخضروات والفواكه المستوردة، يعملوا لنا ريسيرش ويورونا إنه هل فيها توكسينز، هل فيها بويزونس،
نسبة التوكسين شنو اسمه شنو وكده، عشان برضو المعلومة تكون evidence based، يعني يكون معروف إنه الحاجة دي غلط أو يجيب استيراد لأنه فيها المادة الفلانية. في الحتة بتاعة المهن الصحية، يعني زي ما قلت إنه نحن بنكون أقوى لما نشتغل مع بعض كأطباء كفارماسيست كمهن صحية، كلنا مع بعض يكون عندنا اللي بيجمعنا والبورينا إنه to lead things ونوعي المواطنين مع بعض كيف. أي طبعاً في عادات يعني نتمنى إنها تنتهي وتتمحي من السودان. شكراً للأويرنس اللي بيعملوه أطباء الأطفال للطهارة الفرعونية female genital mutilation one of the big causes of التهابات الكلى عند البنات، يعني ومن وفي الصغير جداً جداً. طبعاً ده ريسك لأنه لما تحصل التهابات بتحصل بيضطروا يعني يبلعوا مضادات حيوية. الالتهابات والمضادات الحيوية كلها بتأثر على الكلى نيجاتيفلي. أتمنى إنه الوعي اللي بنعمله يكون شامل لكل الريسكس اللي نحن بنفتكرها إنها بتأثر على حياة الناس اللي قدام including البنات، وإنه المسألة دي تنتهي تماما من السودان. طيب أنا تكلمت كثير، ومع إنه أنا بالأول قلت أنا ما عايزة أطيل. أنا جد بشكركم جدا جدا على هذه الفرصة. أتمنى إنه نستغل المنبر ده نوسعه ونكبره لفائدة المواطن السوداني وللأطباء إنه نشتغلوا مع بعض. أنا بفتكر إنه أنا ده ما شغلي بتاع الببليك هيلث، لكن أنا بفتكر إنه الخطوة الجاية بتبقى إنه بتكون في مقترحات جادة، لإنه النغابة تشيل الحاجات دي لقدام وبالتحديد في السودان، وتوري الناس إنه يعملوا مع بعض شنو different. بتفق مع دكتورة مايدة في كلام اللي قالته في الأول إنه في حلقتها إنه قصة اسمه شنو يعني فوج يمشي لحتة ويعالجوا الغوافل الصحية. يعني الغوافل الصحية ممكن تكون temporary measure، لكن هي ما measure نحن بنعتمد عليه. لكن نحن نحاول نشتغل مع الشباب، نشتغل مع الأحياء، نخلي يكون في voluntary based education and awareness، يعني نخلي إنه في توعية صحية based على الشباب في الأحياء وفي مجتمعاتهم، وإنه يشوفوا يشتغلوا حتى مع اللجان الشعبية بالمناسبة، يشتغلوا في المراكز الصحية، وده في كل السودان ما بس في العاصمة المثلثة. بكده ممكن نعمل تغيير، وبكده ممكن نحاول نصلح حاجة أو to improve the health بتاعت الـ nation. أنا بشكركم شكر جزيل جدا جدا. بشكر سارة وأشرف والمكتب الإعلامي للنغابة. بفتكر إنه دي فرصة كانت جميلة جدا جدا، و يا حسن الناس هاي تحافظ على الكلى وظائفها بإنها تتجنب المشاكل اللي ممكن تأثر على الكلى لقدام، وإنه يمنعوا الحاجات اللي بتضر بالكلى من بدري قبل ما تبقى too late. وده دي مسؤولية مجتمع، مسؤولية دولة، لكن حتى لو الدولة رفعت يدها نحن كأطباء يعني ما حنرفع يدنا، حنعمل اللي بنقدر عليه وما نقيف ما نقيف ولا نتفرج ولا نتحسر ولا نندم. نحن نكون positive، نكون forward thinking، يكون عندنا vision
ونشتغل مع باقي البروفيشنالز ونشتغل مع باقي المهن الصحية عشان to make it a success. ساري زمن انتهى مش كده يا جماعة؟ جد انا اشكركم جدا جدا. وانا في اثناء ما بتكلم كنت بعاين للاسئلة, وفي كثير من الاسئلة انا شفتها وجاوبت عليها. ندى زكريا نتمنى نسمعك قريب وتتكلم لنا عن فيروسات الكبد, وبرضو تدينا توعية نحن ما بنستغنى عنها. طيب أنا ما جنبي سارة, ما جنبي ساعة يا سارة, لكن افتكر ان زمن انتهى لانه انا بديت الساعة 6:10 وهسه الساعة 7:13 دقيقة. ف سارة عبد الجليل مش كده؟ طيب انا بشكركم جدا جدا, بشكركم جدا جدا كل زول جاء وشارك معانا في البرنامج, له الشكر الجزيل. اتمنى انه يعني نكون انا شخصيا استمتعت بوجودي معاكم, واستمتعت باسئلتكم, واستمتعت بمشاركتكم. واتمنى انه شكرا جزيلا يا كمال ادريس, وسعدت جدا جدا بملاحظاتكم وكلكم, ونتمنى انه يعني شغلنا مع بعض ما يقف, ودعمنا للشعب السوداني ولوطننا يكون دائما مستمر, ونكون قوة as always ما نتحدى. شكرا لكم كثير, ونشوفكم طيب. باي باي باي.